هلا والله، انا عبد الله وهذه حلقه جديده من ليفل اب. في هالحلقه راح نتكلم لك عن افضل واهم العاب شهر فبراير 2019. طبعا في العاب كثيره موجوده، لكن اخترنا لك افضل خمسه اللي اشوف انها هي المهمه. ولا تنسى يكون اتصالك فايبر اس تي سي علشان تضمن انك تحمل هذه الالعاب بسرعه وبسهوله، لانه تخيل اذا كل لعبه من هذه الخمس العاب حجمها متوسط نقول 50 جيجا، كم راح ياخذ منك؟ يعني اقل شيء ممكن 13 14 ساعه. بالمقابل لو كان اتصالك 200 كل لعبه نص ساعه بس. اول العاب هذا الشهر كراك داون 3. Commander Jackson on deck. Welcome to Crack Down 3. The only game built like me. It's all about getting the jump on the enemy. No building is too high. 60 stories up. مع لعبة العالم المفتوح كراك داون 3، واللي تأجلت كم مرة لكن أخيرا بنقدر نجربها ونستمتع بالقصة، واللي راح تبدأ بعد نهاية الجزء الثاني. طبعا فكرة اللعبة انك راح تلعب دور جندي وعنده قدرات خارقة بعالم مفتوح وتحارب العصابات وتقضي عليهم. والشيء الرهيب فيها انها فيها كواب القصة وحتى طور تنافسي أونلاين، واكثر شيء كان يسوق للعبة ان العالم فيها قابل للتدمير تماما. لعبتنا الثانية في هذه الحلقة Far Cry New Dawn. It wasn't always easy, but for a time there was peace and prosperity. But it all went horribly wrong. ترجع لنا سلسلة Far Cry مرة ثانية مع قصة جديدة تبدأ بعد حوالي 20 سنة من النهاية، واللي كانت مثيرة للجدل لعبة Far Cry 5 الأخيرة. اللعبة نعرفها مع عالمها المفتوح والصيد ودارة المخيمات مثل اللي شفناه في الأجزاء الماضية، لكن من الأشياء الجديدة فيها أنهم أضافوا عناصر RPG، وراح يكون عالمها في وقت حصلت فيه كارثة كبيرة دمرت الأرض، وراح تلعب بنفس الأرض اللي لعبت فيها بالجزء الخامس وهي هوب كاونتي. وننتقل الى اللعبة الثالثة في هذه الحلقة معنا، لعبة جامب فورس القتالية. تخيل معي انك تحط مكتبة كبيرة من المانجا في مكان واحد وتخلي الشخصيات تتضارب ضد بعضها. هذا اللي راح يصير في لعبة جامب فورس، واللي تعتبر لعبة قتالية تلعب جولاتها بثلاثة ضد ثلاثة، وفيها حوالي 40 شخصية مأخوذة من 16 مانجا مثل ناروتو، دراغون بول، وان بيس وغيرها، واكيد راح تزيد بعد صدور اللعبة. لعبتنا الرابعة لعبة المغامرات مترو إكسدس. يعتبر هالجزء هو الجزء الثالث بالسلسلة، واللي تصنف انها لعبة مغامرات بقاء على قيد الحياة وفيها عناصر تخفي وتجسس، وراح تحصل في روسيا خلال فترة دمار شامل للأرض، وفيها راح يحاول اللاعب انه ينتقل من مكان الى مكان ثاني بالخريطة، وراح يواجه نوعين من الأعداء هم البشر والمتحولين. طبعا راح تحتاج أسلحة واللي تقدر انك تطورها مع الوقت. يمكن الشيء اللي يميز هذا الجزء عن الألعاب اللي قبل ان عالمها راح يكون متنوع، يعني مرة راح تحصل نفسك انك تمشي في مكان كأنه عالم مفتوح، لكن مرات ثانية راح تشوف نفسك انك تمشي في طريق محدد لك من قبل. اللعبة الخامسة والأخيرة ولعلها ممكن تكون أهم لعبة هذا الشهر وهي أنثم. ممكن تكون لعبة أنثم هي أكثر لعبة ينتظرها اللاعبين هذا الشهر، واللي فكرتها مشابهة لعبة دستني تقريبا، لكن البيئات والشخصيات والقصة أكيد أنها تختلف، وتركز اللعبة على البدلة اللي تلبسها شخصيتك واللي لازم أنك تطورها علشان تفتح قدرات وأسلحة جديدة من نفس البدلة هذه. واللعبة راح تتضمن طورين لعب، وهو طور اللاعب الواحد وطور الملتي بلاير، واللي راح تلعب فيه في ماب فيه 4 فرق، وكل فريق راح يتكون من 4 لاعبين، يعني 16 لاعب في كل ماب. قالت الشركة انه راح يكون فيه طور تنافسي راح تواجه فيه لاعبين ثانيين، لكن بعد اطلاق اللعبة وما في اي تفاصيل عنه حتى الان. كان معك عبد الله، واشوفك ان شاء الله في فيديو جاي، وفي امان الله.